كي تشوفوا اليوم درنا هذا الجداريه، هذه الجداريه اللي كتعبر على الملحمه الكبرى اللي دارها الفريق الوطني في كاس العالم بقطر، وكنا كذلك فرحانين انه وصلوا للنصف النهائي وكذلك حازوا على الرتبه الرابعه بجدارة واستحقاق وشرفه إفريقيا، واضطرنا أننا نديروا هذا الجدارية هذه حبا وكذلك إخلاصا للفريق الوطني وللوطن كذلك. كما كتشوفوا هذه الجدارية هذه راه أكبر جدارية هنا في منطقة سوس، واللي تقريبا شي 6 أيام وأنا خدام فيها. هذا باش حنا فرحانين وكذلك السكان ديال هنا، وكنشكر حتى السنديك ديال هذه الاقامه والناس والسي سعيد هو المساعد ديالي، كنشكرهم كاملين انهم بادروا لانهم عطيتهم هذه الفكره. قلت لهم لما لا ندير لكم شي جداريه هنا، وفرحوا قالوا لي هي ولما لا. وكما كتشوفوا جميع اللاعبين رسمناهم هنا وكنتمنوا التوفيق، وراه فرحانين بزاف بهذا الانجاز، لانه هذا الانجاز راه من 86 ما فرحناش بحال هذا الفرحه هذه. وتبارك الله الفريق الوطني عندنا دابا فريق في المستوى، فريق اللي يقدر يجيب الالقاب، فريق اللي يقدر يحقق انجاز كبير. وكتشوفوا هذه الجداريه راه غير من الدعم ديال الناس ديال هنا ديال السكان، ما كاين لا شي دعم لا من جماعه لا من اي حاجه. الناس ديال هنا الساكنه هما اللي تعاونوا هنا، السنديك ديال هذه الاقامه هو اللي شرف 17 المسائل. انت كتشوفوا راه كاين تما كاس العالم، كنا طامحين وطامحين اننا نديو لكاس العالم، ولكن مع الاسف ولكن ماشي مشكل، مره اخرى ان شاء الله. كاين هنا المدرب ديال الفريق الوطني الركراكي، وكاين كذلك هاد اللاعبين هما اللي بصموا البصمه الرائعه. ف بينا نديروا كامل اللاعبين، ولكن هادو بزاف اللي بصموا البصمه الوعره بالاهداف. وتعرفوا راه كاين هنا اللاعب اوناحي، كاين نصيري، كاين مرابط، كاين كذلك الحارس بونو، كاين زياش، وكاين حكيمي، وكاين بوفال. هادو دابا راه اللي وريتهم لي وكيعرفهم لا كبيرا ولا صغيرا، لانهم بصموا واحد البصمه اللي هي رائعه في المونديال. وكنتمنى لهم التوفيق وتبارك الله، راه فرحونا وفرحوا المغرب كامل وفرحوا الدول العربيه والافريقيه. ولما لا ان شاء الله 2026 ثاني نديروا شي ملحمه اخرى كبيره، والتوفيق للجميع. الركراكي الركراكي تبارك الله، الركراكي شاب، مدرب شاب في ظرف 3 شهور خلق المفاجأة، خلق واحدة صراحة راه غنية على التعريف. زعما نقول لكم انه تجيب واحد مدرب في ظرف 3 شهور يكون واحد الفريق ويطلع لكأس العالم، وكذلك يخلق المفاجأة انهم من الدور المجموعات يدوزوا ويضربوا اسبانيا ويضربوا بلجيكا كندا. راه زعما صراحة راه اش نقول لك، واحد العطاء، العطاء في المستوى. كنتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله راه عندنا منتخب ان شاء الله اللي غادي يدي كاس افريقيا للامم، ولما لا كاس العالم ان شاء الله مستقبلا. وشكرا.